بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم إلى تصحيح الفرض الثالث، الدورة الثانية، مادة اللغة العربية، الإملاء. أولا، أملأ الجدول بأسماء الإشارة المناسبة حسب المطلوب: المفرد المذكر، المفرد المؤنث، المثنى المذكر، المثنى المؤنث، والجمع. ثانيا، أملأ الجدول بالاسم الموصول المناسب حسب المطلوب: المفرد المذكر، المفرد المؤنث، المثنى المذكر، المثنى المؤنث، جمع المذكر وجمع المؤنث. ثالثا، أعيد كتابة الكلمات الخاطئة بشكل سليم: كذلك، لكن، طاووس، عما، فيما، من ما. رابعا، أكتب ما يملى علي. أولا، اسم إشارة المفرد المذكر: هذا للقريب، ذاك وذلك للبعيد. المفرد المؤنث: هذه للقريب، تلك للبعيد. المثنى المذكر: هذان وهذين للقريب، ذانك للبعيد. المثنى المؤنث: هاتان في حالة الرفع، وهاتين في حالة النصب أو الجر للاسم القريب، وتانك للبعيد. الجمع: للجمع القريب: هؤلاء وأولئك للبعيد. وهناك أسماء الإشارة للمكان: هنا للقريب، هناك للمتوسط، هنالك للبعيد. أملأ الجدول باسم الموصول المناسب: المفرد المذكر: الذي، المفرد المؤنث: التي، المثنى المذكر في حالة الرفع: اللذان، حالة النصب أو الجر: اللذين. المثنى المؤنث: اللتان في حالة الرفع: اللتين، واللتين في حالة النصب والجر. جمع الذكور: الذين. جمع الإناث: اللواتي، اللاتي، أو اللائي. ثالثا، أعيد كتابة الكلمات الخاطئة بشكل سليم: كذلك، تكتب بدون ألف، لكن، تقرأ بالألف، وتكتب هكذا بدون ألف، طاووس، تقرأ بواوين، وتكتب واو واحدة، عن زائد ما الاستفهامية تصبح عما، فيما، في زائد ما الاستفهامية تصبح فيما، عن، ومن زائد ما الاستفهامية تصبح مما. رابعا، أكتب ما يملى علي، يعني ما يمليه علي أستاذي أو أستاذتي في القسم حسب النص الذي اختاره هو. إذا دخلت حروف الجر على ما الموصولة لم تؤثر فيها، وإذا دخلت على ما الاستفهامية حذفت الألف من ما. إلى زائد ما الموصولة تصبح إلى ما دون حذف الألف. انظر إلى ما يعجبك.
إلى زائد ما استفهامية تصبح إلى ما تنظر بحذف الألف، من زائد ما الموصولة تصبح مما دون حذف الألف، أخاف مما حدث، من زائد ما الاستفهامية تصبح مما بحذف الألف، مثلا مما تخاف، عن زائد ما الموصولة تصبح عما دون حذف الألف، تحدث عما حدث، عن زائد ما استفهامية تصبح عما بحذف الألف، عما تتحدث، الباء زائد ما الموصولة تصبح بما بدون حذف الألف، أستمتع بما قرأته، الباء زائد ما استفهامية تصبح بما بحذف الألف، بما استمتعت، على زائد ما الموصولة تصبح على ما دون حذف الألف، ركزت على ما ذكرته من الألفاظ الأساسية، على زائد ما الاستفهامية تصبح على ما ركزت بحذف الألف، في زائد ما الموصولة فيما، وفي زائد ما الاستفهامية تصبح فيما بحذف الألف، اللام زائد ما الموصولة تصبح لما بدون حذف الألف، و اللام زائد ما استفهامية تصبح لما، حتى زائد ما استفهامية تصبح حتى ما لا تتغير، لا تحذف ألفها، حتى زائد ما الاستفهامية تصبح حتى ما أنتظرك بحذف الألف.